أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم السبت أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب يشكل فرصة سانحة لإعادة تحديد الركائز والمعايير التي تؤثر العلاقات بين إسبانيا والمغرب. ورحب سانشيز في لقاء صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل بمضمون الخطاب الملكي، وعبر عن امتنانه للعاهل المغربي على رؤيته بخصوص شراكة ثنائية مبنية على الثقة والتفاهم المتبادلين. نتابع. أول شيء يجب أن نعترف به وأن نشكره هو خطاب ملك المغرب. في الحكومة لطالما اعتبرنا المغرب حليفا استراتيجيا لإسبانيا خاصة والاتحاد الأوروبي ككل. نحن حلفاء، نحن جيران، ونحن إخوة، ولذلك نرحب بهذا الخطاب. في الواقع فإنه على الثقة والاحترام والتعاون الحاضر والمستقبلي يمكننا بناء علاقات أقوى من تلك التي تجمعنا حاليا. مع كل أزمة تتولد فرصة، وأعتقد أن هذه فرصة عظيمة. خطاب ملك المغرب يشكل فرصة سانحة لإعادة العلاقات بين البلدين وتثبيت الركائز التي تقوم عليها.